متتبعينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة آلو كمال. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غنحاولوا نشوفوا معكم هاتف بثمن مناسب من شركة هونور، اللي هو الهونور 8A. بالنسبة لمحتويات العلبة، كيجينا الهاتف وكيجيونا كتيبات دليل استخدام سريع، دبوس إبرة لاستخراج بطائق الاتصال، الشاحن 5 فولت 1 أمبير كما كنشوفوا هنا، وعندنا كابل الشحن ميكرو يو اس بي كيدعم الشحن السريع. إذن هادو هما محتويات العلبة. خليونا دابا نشوفوا المواصفات وعيوب ومميزات الهاتف. إذن بعد ما شفنا محتويات العلبة، خليونا دابا مع المواصفات اللي جا بها الهاتف وبثمن بجاه اللي يستحق شراء ولا لا. الثمن ديال الهاتف تقريبا 1300 درهم مغربي، اي ما يعادل 130 دولار امريكي. بالنسبه للمواصفات الاخوان، فالشاشه اللي جنب الهاتف ولا الواجهه الاماميه اللي جنب الهاتف شاشه بنوتش بنفس النوتش الموجود في المي بلاي من شركه شاومي. المساحه ديال الشاشه 6.9 بوصه، اي بي اس ال سي دي اتش دي بليس، كثافه البكسلات 283 بكسل لكل بوصه، ريزوليشن 1560x720. بالنسبة للباقي المواصفات، فالكاميرا اللي جنبها الهاتف بالنسبة للكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل f2.0، كذلك سماعة المكالمات. أيضا الهاتف يدعم لمبة الإشعارات موجودة في هذا المكان هذا بالضبط. عندنا في أعلى الهاتف ميكرو إضافي لعزل الضوضاء، منفذ ولا مدخل السماعات. اللي يعجبني ايضا في هذا الهاتف انه كيدعم شريحتي اتصال زائد كارت ميموري. بلا ما تصغرنا على الكارت ميموري، يمكن لك تركب شريحتي اتصال زائد الكارت ميموري. بالنسبه لباقي المواصفات، فالكاميرا الاماميه بها فلاش لكن في السوفتوير كما كنشوفوا هنا. الكاميرا الاماميه كما كنشوفوا بها فلاش لكن في السوفتوير. إثر الإعجاب ديالي أيضا في هذا الهاتف أنه خفيف 150 غرام، وأيضا يمكن لك تحكم به في بيد واحدة، ما سميكش بزاف. مهم خليونا بالنسبة للتصميم اللي جاي به الهاتف، فهو من البلاستيك متوفر بأربعة ألوان، الأسود الأحمر الأزرق وهذا اللون الذهبي. كيدعم الهاتف بصمة الأصبع وكذلك فيس إن لوك. كاميرا 13 ميجا بيكسل f1.8 فتحة عدسة، فلاش أحادي، شعار الهونور. هنا مدخل الشحن ميكرو يو اس بي. هنا لتر انتباه ديالي ايضا الصوت اللي جابي الهاتف، فهو عالي جدا مقارنه مع السعر ديالو، صوت نقي وعالي جدا. هذا ميكرو المكالمات. بالنسبه لباقي المواصفات، بالنسبه للاندرويد اللي جينا به الهاتف كما غنشوفوا، فهو جينا باحدث واجهه التشغيل اللي هي ام او اي 9 وكذلك الاندرويد 9 الباي. بالنسبة للعتاد اللي جينا به الهاتف، معالج هيليو بي 35 نفس المعالج الموجود في المي بلاي، ثماني الأنوية، معالج الرسوميات باور فير جي او 8320، الذاكرة 32، الرام 2 رام. هادشي اللي أصبحوا كيلجؤوه الشركات أنهم ينقصوا في الرام مقابل زيادة في بعض الحوايج الأخرى. هذا هو الصوت لكم الإخوان، صوت عالي جدا ونقي، سماعة واحدة. الهاتف كيدعم 4G طبعا وجميع شبكات الاتصال الأخرى. هنا كاين بزاف منا مكيبغوش النوتش. غنمشيو للإعدادات الأفيشاج، عندنا هنا تاني لإراحة العينين كيصبح بهذا اللون هذا، كونفور ديزيو. وهنا كنجيو للطاي افيشاج ولا البارا بليس دو بارامتر دافيشاج، كنجيو هنا انكوش. وهنا نقدروا نستغنيو على النوتش اللي ما كيبغيش النوتش طبعا. هنا الشاشه جاينا بطبقه حمايه اللي ولا هاد السكرين هذه من البلاستيك، مرفقة مع الهاتف من الشركة من العلبة، الحماية ديالو من الخدش. بالنسبة للحواف، ما كاينش شي حواف
كثيره ولا كبيره نظرا للفئه السعريه ديال الهاتف. كنهضرونا على لونتري كام، ما كاينش مشكل ولا ما كاينش حرج بالنسبه للشاشه. بالنسبه للاشعارات كيظهروا جانبا هنايا. الهاتف كيدعم جوج ديال الوسائل ديال الحمايه، بصمه اصبع لتارت الاعجاب ديالي صراحه سريعه جدا، كتستجب بسرعه، وايضا فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه. لكن الاكثر امانا هي البصمه اللي هي التي يعتمد عليها. اذا الاخوان كما قلنا هذوما مواصفات الهاتف بالسعر ديالو 1300 درهم مغربي. دابا خليونا مع العيوب اللي جابها الهاتف. قلنا الكاميرا الاماميه ولا الخلفيه ما كيدعموش العزل للاسف البورتري. بطاريه حجم ديالها صغير شيئا ما 3020، لكن كدوم معك 6 ساعات شاشه مفتوحه سكرين اون تايم. البطء ديال الشحن ديال الهاتف كيتشحن تقريبا في ساعتين و40 دقيقه. هادو هما ابرز العيوب ديال الهاتف. اما عن المميزات اللي جانا بها الهاتف، معالج صراحه معالج قوي هيليو بي 35 متميز في الاداء نظرا للفئه السعريه ديال الهاتف. الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال في ان واحد مع كارت ميموري، مع امكانيه اضافه 256 كارت ميموري. بالنسبه للمساحه ديال الشاشه هي جيده صراحه كافيه ونظرا للفئه السعريه ديال الهاتف هذا. الهاتف قلنا كيدعم بصمه الاصبع والفيس ان لوك، جاء من العلبه باحدث نظام تشغيل وكذلك الواجهه ديال الهواوي المي اي 9. هادو هما ابرز مميزات وعيوب الهاتف. اخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، شفنا فيه مواصفات الهاتف الهونور 8 ا وكذلك مميزات وعيوب الهاتف والسعر بجنا الهاتف واش يستحق شراء ولا لا. بكل صراحة فالهاتف صراحة مميز ورائع بالنسبة للناس لاستخدام ديالهم عادي، تصفح الانترنت وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهدة الفيديوهات. فهو بهذا المعالج كيخدم لنا لعبه البابجي على الاداء المنخفض، على الجرافيك المنخفض. كذلك عندك شاشه كبيره خفيف سهل في المسكه ديال اليد، بصمه سريعه جدا صراحه، صوت عالي ونقي. البطاريه 3020 كتقدر تمشي معك 6 سوايع، شاشه مفتوحه سكرين اون تايم. صراحه هاتف بهذه المواصفات هذه بهذا الثمن هذا فهو كيبقى صراحة هاتف جيد متوفر بأربعة ألوان اللي هما أحمر والأسود والأزرق واللون هذا الجولد هذا الذهبي. إخوان مبقى لي إلا نودعكم، نشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. السلام عليكم.